مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. اكيد كنكون معكم كل صباح بجوله صباحيه من مدينه كازا. كنشوفوا الاجواء كديره خصوصا مع انتهاء العطله الصيفيه وبدايه موسم دراسي جديد، فكنتمنى يا ربي كل شيء يكون بخير وعلى خير وصباحكم مبروك. والناس اللي كتقولي ديما منين جايه، ديما حنا كنجيو، انا كنجي من المتاشفين، دابا حنا في شارع الفيدا باتجاه الوازيس ان شاء الله باذن الله. مازال مصر معكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيفما كتشاهدو معايا مشاهدينا، ازدحام مروري شارع فيدا ما شاء الله باتجاه الوازيس بإذن الله. مشاهدينا وصلنا الى نهاية البث المباشر، ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر، الى اللقاء.